السلام عليكم البنات، وصباحكم مبروك ان شاء الله. كنتمنى الفيديو ديال هذا النهار يلقاكم ان شاء الله في احسن الاحوال. المهم غادي نبدا معكم الروتين ديالي من هذه البليصه هذه حدا المبخره. غادي ندير شويه ديال البخور، ماشي غير نهار الجمعه البنات، انا تقريبا نهارات كاملين كندير البخور في الدار، ولكن يوم الجمعه راه كيكون مميز، جمعه مباركه. غادي ندير شويه ديال البخور في هذه المبخره هذه اللي شاركت معكم في المشتريات اللي جبت من المغرب. صراحه زوينه، صدقات زوينه، دغيا كتسخن. راني صدرت فيها دابا شويه ديال العود، كتعجبني البنات الريحه ديال البخور. داكشي علاش قلت لكم راه ماشي غير نهار الجمعه، ديما تقريبا يوميا كندير البخور في الدار. درت فيها شويه ديال العود، غادي غير تسخن ويطلق الريحه. صافي كما قلت لكم كنبيت بحال هكا، الكوزينه نقيه، الصالون نقي. صافي غادي ندوز دابا غير نوجد الغديوه معكم. غندير شويه ديال الكسكسو غير بالزربه بالزربه، نخلي هاد المبخره هذه كتطلق الريحه ديال البخور. كيف ما شفتوا راه غير كتبدا تسخن، كتبقى صافي كيبقى يطلق الريحه. غادي ندوز دابا للكوزينه باش نوجد معكم شويه الكسكسو. غادي نوجد شويه ديال الكسكسو. درت هنايا اللحم، ودرت القزبر والمعدنوس عندي مقطعين حيت ما عنديش هذا ربيطه باش نديرها، درتهم غير مقطعين. كنضيب باني ملي كيكون عندي بحال هكذا غير مقطع. صافي وهنايا غادي نقرد البصله. سبق ليا شحال من مره وشاركت معكم في الروتينات الطريقه ديال التحضير ديال الكسكسو بالتفايه ولا غير بالخضره. صافي هنا غادي نشعل البوطه. كما قلت لكم درت اللحم، البصله، شويه القزبر والمعدنوس، ودرت شويه ديال الزيت البلديه والروميه مخلطين. صافي نخلي دابا كيتقلى اللحم. درت الملحه، غندير واحد المعلقه عامره ديال السكينجبير، البزار، الخرقوم البلدي، غادي نرمي الحمص حيت كياخد طياب، نديرو مع اللحم. صافي وانا باش كيجيني الكسكسو جديد وكتجيني المرقة ملبية وخاترة، كندير زليفة ديال العصير ديال المطيشة، اولا لا عندكم المطيشة العادية غادي تحكو واحد جوج مطيشات كبارين. صافي هنايا درت المرقة. غادي الا شفتوا اليوم درت الكسكسو في الكوكوط حيت بغيت دغيا دغيا نطيبو. ملي كنكون بحال هكا ما زربانش كندير في البرمه، كندير الخضره واللحم لتحت وكنفور عادي. دابا حيت ما بقاش ليا الوقت غادي ندير كلشي في الكوكوط يطيب، غادي نخلي غير الحيمه نسد عليها واحد 10 ديال الدقائق يدخلها الطياب، ومن بعد نرمي الخضره كامله. صافي وغادي نفور الكسكسو بوحدي. صافي هنايا غادي نزيد اليوم غندير غير ليشو وخيزو والقرعه الحمراء وشويه د الحمص، ما عنديش بزاف ديال الخضره في الدار، ولكن واخا هكداك ضروري ما كندير كسيكسو كنضيب باني. صافي هنايا درت ليشو لتحت ودرت هاد خيزو، غنسد عليهم واحد شويه حتى يدخلهم الطياب. غتبقى لي غير القرعه الخضراء حيت دغيا كطيب حتى الاخر، وندير واحد ونديرها من الفوق ونشعل عليها غير واحد الخمسة ديال الدقائق دغيا كطيب. صافي هيا نقيتها ووجدتها طريفات ديال القرعه حتى يطيب لي هاد الخضيره اللي كتشد الطياب، عاد نديرها هي الاخر. هي راه غير كنسد عليها غير شي خمسة ديال الدقائق كطيب حيت دغيا كتفرتت. صافي هنايا المريقه ديال الكسكسو هيا نسد عليها باش طيب دغيا، وغادي ندوز باش نفور الكسكسو ندير ليه التفويره الاولى. صافي البنات، من بعد ما وجدت الغديوه كيف ما شفتوا غير زربت على الكسكسو. اليوم درت كسكسو ديال الزربه، ناقصه شحال من خضيره بحال مثلا القرعه الخضراء، مالفه كندير فيه الدنجال، كندير فيه شويه د اللبس. المهم درتو بداكشي اللي عندي في الدار. المهم هو ندير كسكسو في الدار، كيف ما قلت لكم نهار الجمعه مني كيكون راجلي كاين في الدار كنديرو الجمعه، مني ما كيكونش كنخليه حتى نهار السبت ولا نهار الحد
باش كنتجمعوا عليه. صافي هنايا درتو في القصريه، سقيتو في القصريه، حطيت زليفات ديال البلول. وبالنسبه للبن، حيت بزاف البنات كيسولوني عليه، كناخذو من ليدل، تلقاوه في ام دي، تلقاوه في الكوب، في الايبر، كاين في بزاف لي سوبر مارشي البنات. غير ردوا البال كيكون محطوط حدا فين كاينه الزبده وفين كاين بحال هكا الموتزاريلا، راه كيكون محطوط في ديك البلاصه، وما غاليش، كيدير تقريبا شي 70 سنتيم واقيلا باش كناخذو انايا. المهم انا وريتكم الكرتونه ديالو، هذا كناخذو بالضبط من ليدل، اللي كتوحام ولا اللي تشهات كسكسو غير تسمح ليا وصافي. المهم هذه هي خديوسنا ديال هذا النهار، شاركتها معكم بداكشي اللي عندي موجود في الدار، طيبتها. غادي ندوز دابا باش نشارك معكم الحويجات اللي وصلوني من بانغود والهميزات ديال ليدل ديال هذا الاسبوع هذا، فخليكم معايا حتى لاخر الفيديو وما تمشيو فين. غادي نشارك معكم البنات شي حويجات اللي وصلوني من الموقع ديال بانغود. هذا الباكو الثاني كان سبق لي وجاني الباكو الاول، حيت قسموهم لي على جوج وشاركته معكم في واحد الفيديو فايت تقريبا شي شهر دابا باش كنت نزلته لكم في القناه. المهم هذوك الحويجات كما كنت قلت لكم في ذاك الفيديو راهم فابور، هو عباره على تعاون مع القناه ديالي مع موقع بانغود، وكانوا صيفطوا لي دوك الحويجات فابور وكنت شاركتهم معكم. بالنسبه للبنات اللي مازال ما شافوش، غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو لتحت في صندوق الوصف باش تمشيو وتشوفوا الحويجات اللي كانوا وصلوني. المهم قبل ما نوريكم شنو وصلني في هذا الباكو الثاني، عندي هذا الاشهار هذا ديال ليدل، ولا هذا الفولانتينو هذا ديال ليدل، وقلت ضروري ما نوريكم شي حويجات اللي كاينين هذا الاسبوع هذا، غيبقاو حتى نهار الحد، حيت بزاف البنات موصين على شي كوكوت زوينه. كاينه هاد الكوكوت هادي، واخا هي راه شويه غاليه في الثمن، دايرين ليها 50 الاورو 49 اورو، ولكن البنات لاكاليتي ديالها على ما بان ليا زوينه، من هادو اللي السيل ديالهم كيتحلوا بحال الشكل ديال بحال الشكل ديال القراصه، الغطايه ديالهم وكبيبره، راه فيها 6 يطرو، وكتليق اداتا كما كاتبين همايا فوق كاع الفورنيات، يعني لا بلاك ديال الضو، البوطه عاديه ديال العافيه، المهم كتليق لكاع الفورنيات. كما قلت لكم البنات راه كدير 50 اورو وكتهز 6 يطرو. بالنسبه للبنات اللي باغيين شي كوكوت بحال هكا زوينه، كاين هذه ديال هذه شنو هي البرمه ديال الضو اللي كنديروا فيها بحال هكا الخضر مبخره ولا بحال هكا اللحم الدجاج. المهم هذه ديري لها 30 اورو. كاين هذيك ديال الباني ديال الخبز ديال الساندويتش اللي كتحمر الخبز ديال الساندويتش، حتى هي دايرين لها 25 اورو. هادو هما الهميزات صراحه ديال هذا الاسبوع. وكاين الغلاي ديال الماء دايرين ليه 25 اورو، وكاينه هاد الاله ديال البانيني، ولا هي منها اله ديال البانيني ومنها حتى شوايه في نفس الوقت، دايرين لها 40 اورو. صراحه زوينه البنات هذه، وراه كبيره كتحل وكتولي على شكل شوايه، اولا تردوها على شكل اله ديال البانيني، صراحه زوينه هذه. كاينه القلايه ديال الفريت، بزاف البنات كيسولوني على هاد السخانه هذه، وهاد الترموسه كنتو شفتوها عندي في واحد الفيديو ديال الاينوكس، صراحه راه باقا زوينه عندي، كنت خديتها انا بشي 7 اورو، دايرين لها دابا 9 اورو فاصله 99، 10 اورو كتهز اطرو ديال الحليب ولا ديال القهوه ولا اتاي، المهم اللي درتو فيها. راه حاطينها البنات كما قلت لكم هذا الاسبوع. وكاين هذه اللي القطعه اللي كنقطع بها القزبر، المعدنوس، الكرافس، البصله، ولا كنهرمش فيها حتى اللوز والكاوكا والكركاع، راه هي كيف ما كتشوفوا حاطينها دايرين لها 8.99 سنتيم. المهم كاينين حويجات البنات زوينين هذا الاسبوع كما قلت لكم، هذا الشيء راه يبقى حتى النهار، واخا كيفوت نهار الحد راه كيبقى حتى الاسبوع الجاي. هذا بخصوص البنات اللي كيسولوني على الحويجات اللي كيشوفوهم عندي في الدار. دابا غادي ندوز باش نوريكم الحويجات اللي وصلوني من الموقع ديال بانغود. خديت هذه القطعه هذه ديال الثومه، صراحه عجبتني البنات، زوينه وصحيحه، وباش عجبتني اكثر فهاد اللعيبه هذه اللي كدار فيها الثومه كتحيد، بحال كتحيديها وتغسليها وعاود ترجعيها من بلاصتها، حيت اللي كنلقاهم ديما كنلقاهم لاصقين ما كيتحيدوش، وحتى صحيحه. المهم هاد ثلاثه الحويجات اللي وصلوني غادي نخلي لكم الروابط ديالهم لتحت في صندوق الوصف باش تمشيو تشوفوهم وتشوفوا الاسمنه ديالهم،
وبالنسبه للبنات اللي كيبغيو يتقداو من الموقع ديال بانغود راه ما كيتعطلش بزاف، تقريبا ما بين 15 يوم 20 يوم كيكون وصل لكم داك الباك وداك الشيء اللي تقديتو كيوصل لكم للدار، كيجيبوا لكم الكوريير حتى لباب الدار. المهم خديت هذا البريق هذا ولا البراد، صراحه يليق الاتاي يليق لكل شيء. في هاد اللعيبه هذه الداخل هذه بحال هكا الا بغيت ندير مثلا اللويزه ولا بحال دابا مثلا الزعتر، اتاي بالزعتر المهم ولا اتاي بالاعشاب، هذه راه زوينه دايرينها فيه هنا لداخل، اولا الا بغيت نعمر فيه غير اتاي عادي غادي ندير فيه النعناع وداك الشيء هنا لداخل، حتى هو زوين عجبني وكبير كيف ما كتشوفوا. صافي وثالث حاجه اللي خديت هاد السله هادي، خديت هاد السليله هادي ديال الدو، كاينين اصلا كيتباعوا في ايكيا تقريبا بشي 6 اورو في ايكيا، وانا مني اختاريت هاد السليله هادي من عندهم، خديتها فيها النص بيض والنص بحال هكذا اللون الطبيعي ديال الدوم. صراحه هادو البنات زوينين كيليقوا بحال هكا، ديروا فيهم المانطات مثلا وتحطوهم في الصالون، ولا كيليقوا حتى للغرس بحال هكا الا عندكم شي نخيله ولا شي محبق كبير كتديروا فيهم كيجي الشكل ديالهم زوين. انا غادي نخلي لكم الصوره ديالها كيفاش دايرين فيها هما الغرس في الموقع، غنخليها لكم باش تاخذوا عليها فكره. صافي خديت غير هاد السليله هادي ديال الدوم كيف ما كتشوفوا، دابا نديرها في الصالون ونوريكم كيفاش جاتني. صافي البنات هادو هما الحويجات اللي خديت، كنتمنى الفيديو ديال هاد النهار يكون نال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم من طبيعه الحال ما تنساونيش بلي لايك ديالكم بتعليقاتكم الزوينه اللي كتخليو ليا دائما، ولا كنتي اول مره كتشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي وتفعلي الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالي. كنقول لكم جمعه مباركه ونهاركم مبروك، وبسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلام عليكم.